وكان لازم يتم اغتياله، لانه لو ما كانش اغتيل السادات وكان قعد له كمان 4 سنين ما كناش احنا كده دلوقتي، احنا كان زماننا بننافس ماليزيا واندونيسيا وكلام. ليه؟ لان السادات كان له كاريزما، وكان يعني عنده موهبة الحقيقة في التعامل مع اليهود، مضاف الى ان هم كانوا بيعملوا له حساب غير عادي، حساب غير عادي، وكانوا بيخافوا يتآمروا عليه يلعبوا عليه، لان هم كانوا شايفين ان هذا الرجل هو اخطر سياسي مصري جابته في القرن 20 وجاز القرن 19.